مرحبا، معكم كارمي شماس، واليوم بدي أخبركم عن يوم السبت 6 نيسان أبريل. اليوم القمر مرافقنا من برج الحمل الناري حتى الساعة 4:07 دقائق بعد ظهر توقيت بيروت، بينتقل من بعدها لبرج الثور وبتتحسن عند إذن الأبراج الترابية. كيف بدي يكون نهارنا؟ منبلش مع برج الحمل. مولود برج الحمل، الأجواء عندك ممتازة قبل الظهر وبعد الظهر، يعني مولود برج الحمل مش رح يتأثر بانتقال القمر من برجه لبرج آخر. الأجواء رائعة، الضوء بعده أخضر عندك، والحظوظ مهمة جدا، تقدم ما تتأخر. كلكم محظوظين، بشكل خاص 14-15 نيسان أبريل. مولود برج الثور، بالنسبة لك مولود برج الثور بعدك واقع بظروف بطيئة هادية وركود، بعدك ناطر، الإشارة حمراء تنتقل تتغير وتصير خضراء لحظة وصول القمر لبرجك على 4:07 دقائق بعد ظهر توقيت بيروت. عندئذ تنقلب الظروف لصالحك، والأكثر حظا رح بتكون بالتأكيد مواليد شهر نيسان أبريل، مع أنه لازم تكونوا منتبهين وحذرين 21 و22 نيسان. بنتقل لبرج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء، الأجواء تدخل في مرحلة هدوء وركود مع لحظة وصول القمر لبرج الثور، يعني على الساعة 4:07 دقائق بعد ظهر توقيت بيروت. تهدى الأمور عند مواليد برج الجوزاء، كونوا حذرين خاصة إذا في عندكم حجوزات، إذا في سهر، إذا أنتوا عندكم برامج الليلة خلال النهار، في احتمال يكون في تأخير، فكونوا حذرين. بشكل خاص مواليد 24 ل 26 أيار مايو بسبب تأثيرات كوكب المريخ عليكم. بنتقل لبرج السرطان، يلي يوم نهاره يتحسن يتقدم مع وصول القمر لبرج الثور الصديق لكم. الأجواء حلوة، الأجواء مفرحة، الأجواء بتحملكم ارتياح من بعد ما مر عليكم فعلا فترة ضاغطة طويلة وشغلتكم كتير. حضروا حالكم ليوم سبت بيبدأ بشغل كتير ولكن بينتهي بارتياح، الأكثر حظا 4-5 و6 تموز يوليو. بنتقل لبرج الأسد. مولود برج الأسد ما في أحلى من تأثيرات القمر الناري بارح أول امبارح، بيبقى عندك اليوم لساعة 4:07 دقائق توقيت بيروت، بعده الجو ممتاز، من بعدها بيضلوا ممتاز، لكن بدك تحضر حالك لواجبات، وكأنه يوم السبت الواجبات شو هي بدها تكون؟ يا أما فجأة بيتصلوا فيك من الشغل، يا أما في عندك واجبات عائلية، يمكن عندك حفلة بالبيت وبالتالي هي المسؤولية ساعتها. حضروا حالكم. هنالك حظوظ بتضلها حلوة عند مواليد 7/8/9/17/18 آب أغسطس. بنتقل لبرج العذراء، يلي نهاره رح يتغير ورح يتطور بشكل أفضل لصالحك لمصلحتك. ابتداء من الساعة 4:07 دقائق بعد ظهر توقيت بيروت، بتحس مواليد برج العذراء بانفراج، تتحسن نفسيتها، ظروفها والحظوظ بتقوى وبينقلب الوقت للأفضل. أجواء كتير حلوة عند مواليد برج العذراء، ما تنزعوا نهاركم، اشتغلوا على أساس أنه التطور لألكم، وبتكمل الظروف حلوة معكم لبكرة. مواليد شهر آب أغسطس رح بتكون الأوفر حظا، بالإضافة 13-17 أيلول سبتمبر. ننتقل لبرج الميزان، وأخيرا مولود برج الميزان رح تودع التأثيرات السلبية، صار لها يومين واليوم الثالث على التوالي، 4:07 بعد ظهر توقيت بيروت بيودعكم هالظرف الصعب، وبينتقل القمر لبرج الثور. ترتاحوا عند إذن وبتحسوا حالكم أنه قادرين تتفاعلوا مع محيطكم، بتكتر برامجكم، بتتحسن نفسيتكم، وبتشاركوا بمختلف النشاطات. أجواء حلوة بانتظاركم، تختموا النهار مفروض تختموا بطريقة جيدة. يلي ما بيهدى 27-28 سبتمبر. كمل مع برج العقرب. مولود برج العقرب بيبدأ النهار بشكل جيد ومعقول ينتهي مع خلاف أو مع تغيير مش على ذوقك. فإذا عندكم سهرة اليوم أو عندكم برامج عشية بدكم تنتبهوا ما تنزعوا نهاركم، ما تختلفوا مع الناس، جو متقلب، بيبدأ جيد شغل ركض وبينتهي معقول ينتهي بشوية توتر، فكونوا منتبهين. ابتداء من الساعة 4:07 دقائق بعد ظهر توقيت بيروت. تبقى المواليد الأكثر توترا مساء
مع وصول قمر لبرج الثور، هي مواليد شهر أكتوبر تشرين الأول. بنتقل لبرج القوس. هلا مولود برج القوس من الابراج يلي بكل هيدا النهار ما رح تتاثر سلبا اجمالا، طبعا بناسبها اكثر وجود القمر ببرج الحمل حد الشمس، نجمه بيكون قوي مولود برج القوس حتى الاربع وسبع دقائق بعد ظهر توقيت بيروت، نجمك قوي ولامع جدا، لكن بتبدا الامور شوي بتشغلك وكانه عطله الاسبوع رح تنتهي بركض بشغل بواجبات باعباء الاولاد العائله او عندك سهره أو ظهرة أو راجعين من مشوار في شوية تعب بآخر النهار. بتضل 16-17 ديسمبر الأكثر حظا. بنتقل لبرج الجدي يلي نهاره ببلش بتعب بأعباء بنفسية منا مرتاحة 100%، ولكن بينتهي هيدا النهار ببسمة بفرحة وبالك بيطمن. مولود برج الجدي من الصبح لازم تكون متفائل بهيدا النهار، لأنه صحيح بدايته غريبة عجيبة لكن نهايته سعيدة جدا، بالك بيطمن. ونصيحة، حاولوا تشتغلوا على أمور مهمة بهيدا النهار لأنه بالنتيجة التطورات على ذوقكم، ومعقول تسمعوا كتير خبر صار جدا. الأكثر حظا رح بتكون مواليد شهر ديسمبر. منتقل لبرج الدلو. بالنسبة لمواليد برج الدلو هيدا النهار جيد وحلو وسريع الإيقاع وما بتتعب فيه، وكل الأمور بتصير على ذوقك وبتتقدم بقوة. أفكارك الحلوة هي المحرك الدافع لعائلتك لأولادك، بتساعدهم بالدرس بكل شيء. أمورك بتمشي بطريقة حلوة أيضا، وبالتالي ما في داعي تعتل هم. لما بينتقل القمر لبرج الثور، إيه يمكن مولود برج الدلو عند إذن بيعتل هم إنه في شغل، إيه في شغل، في بيت، في عائلة، في كل هالأمور هاي. فحضروا حالكم مواليد برج الدلو، بتبدأوا بنشاطات كتير حلوة وفي احتمال يخلص النهار بتعب بركض وببعض المسؤوليات. البيت، الأهل، الأصحاب، يمكن عندكم بالبيت في بعض الأمور اللي عم تشتغلوا عليها. الأنشط يلي ما بيهدى هو 26 و27 كانون الثاني يناير. بنتقل لبرج الحوت. بالنسبة لمولود برج الحوت نهار ممتاز، أوله آخره نصه، القمر برج الحمل، القمر برج الحوت، برج الثور، ما بتفرق. اليوم نهار رائع لمواليد برج الحوت والحظوظ حلوة جدا، مسهل الأمور وما في عتب عليكم أبدا، بالعكس تماما بتزدادوا نشاطا مع تقدم هيدا النهار وحظوظكم قوية جدا. وإذا بدنا ناخد كوكب الزهرة ببرجكم، هنالك حظوظ رائعة عند مواليد 1-2-3 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم بانتظارك سنة موفقة، سنة حلوة كتير، تأثيرات رائعة بترافقك، بتخليك تكون النجم بين أصحابك وزملائك. سنة تتقدموا فيها بتدخلوا الكثير من الجديد حياتكم. الأشهر الأفضل نيسان أبريل، أيار مايو، آب أغسطس وديسمبر. بدي أتمنى لكم نهار كتير حلو، نهار سعيد. ما تنسوا تتابعوا الأبراج الأسبوعية أيضا. ودعكم، باي باي.